تمام يلا. وزيع بقى هنلبن هلا بالطحين، نقلبه هناك شوي منيح. على كيف كيفك، شرحات لحم طرية وطيبة ورائعة مع بطاطا، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. خطيرة. رح ننزل عليها شوي زبدة. شرحات لحم بكاتا، طريقتها كتير سهلة وكتير لذيذة، ممكن تنعمل باللحم وممكن تنعمل بالدجاج، أنا رح أعملها باللحم. رح نجيب هي الفتيلة اللي ساويناها، رح ناخد هيك من النص، هذا هون اسمه الشاتو بريان، احنا رح ناخد منها، رح نقطع بها السماكية هاي. هنمدهم هيك. هيك كمية كافية لشخصين تقريبا. ممكن ندقهم نحط عليهم كيس نايلون اذا كانت رح تعزلنا، بس انا شايفها طرية ما في داعي للكيس او القماشة. شوية ملح وبهار ابيض، رح نلبن هلا بالطحين. يعني احنا سخنا هون المقلاية شوي، نحط فيها شوية زبدة، رح نعمله هيك بشوية طحين. الطحين مع الزبدة خليها تعطيها طعم كتير طيبة. هنجمعهم هون على جنب. طبعا انا عبلتهم بطحين عشان نعملها بطريقة تناسب البيت. نحن بالمطاعم اذا بدنا صوص بني نعمله لحاله، بس انا عم بحاول اعمل الشغلة تكون سهلة للبيت وتنعمل كلها بمقلاية وحدة او بطنجرة وحدة. هلا رح نقلبهم على الجهة الثانية. هلا رح نضل نقلبهم هيك كده شوي، لازم ما نخليهم على جهة واحدة، نخلي النار قوية نوعا ما، لا هي ضعيفة ولا قوية. رح نقطع هلا فلفل أحمر وأخضر، فلفل أحمر وأخضر كاريات ناعمة هيك. كم سنتوم ممكن ننعمهم أو ندقهم دق ما بأثر. رح نقلبهم هيك على الجهة الثانية. رح ننزل عليها شوية زبدة. حبات التوم اللي فرمناهم مثل ما قلت لكم، التوم ممكن ينفرم هيك وممكن ناعم، والفلفل الأحمر والأخضر. هلا حبات بطاطا معها، هنعملهم بهالشكل هاد. ممكن نعمل بطاطا تانية، ممكن المسلوقة، الماش بوتيتو العادي اللي مع الزبدة، ممكن هاي، أنا بفضل هاي بلاقيها أطيب مع الأكلات. هنحطهم هون بهالقلاية. نقلبهم منيح. رح نجهز حبة ليمون، حبة الليمون هاي ونعصرها عليها. وزيعة
الليمون بيعطيها طعم كتير طيب. نقلبه هيك شوي منيح. بس هيك كافي. وبس هيك بتكون جاهزه. هاي البطاطا كمان ممتازة. رح نحط عليها رشة ملح. رح نسكبها هلا. يا سلام كتير طيبة هالأكلة. وبتصير هي مثل ما قلت لكم، ممكن بشرحات الدجاج وممكن باللحم. بهيك هدول البطاطا هون. وبس أكلة بسيطة وسريعة. خطيرة. رائعة. جربوها وبإذن الله بتعجبكم. سلامات. عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة حتى يوصلكم كل الوصفات الجديدة اللي عم نعملها. على فكرة القناة فيها وصفات أكل من طبخ وحلويات شرقية وغربية مشكلة. شوفوها وإن شاء الله بتعجبكم. أحلى عالم.